في شغلي اشتغلت في إدارة الجودة، ومش بس كده، إدارة الجودة الشاملة. وبصراحة الفترة دي من أكتر الفترات اللي أنا اتعلمت فيها دروس كتيرة جدا جدا جدا. بس أعتقد إن اللي ميزني عن ناس كتير هو إن أنا عندي القدرة إني لما أتعلم حاجة أحاول أطبقها في جوانب أخرى من حياتي. فبرغم إن أنا اتعلمت مبادئ الجودة الشاملة، إدارة الجودة الشاملة في البيزنس أو في المصانع، لكن برضو حاولت إن أنا أطبقها على حياتي. و يعني حاولت ألخص أهم الدروس اللي أنا اتعلمتها من دراستي ومن عملي في إدارة الجودة الشاملة اللي قدرت أطبقها على حياتي الشخصية. فخلصت إلى 5 دروس كبيرة هي أكتر حاجة اتعلمتها وطبقتها على حياتي. أول درس فيهم هو إني أتكلم صح. يعني إيه؟ في إدارة الجودة الشاملة كنا دايماً نبتدي باستراتيجية الجودة، بالبوليسي بتاعة الجودة، احنا عايزين نبقى ايه، احنا بنطمح لايه. وكان مهم جدا جدا ان احنا نكتب الكلام ده صح. انا فاكرة كان المهندس اللي انا كنت بشتغل معاه اللي علمني كل الحاجات الاساسية اللي انا احتاجت ان انا اتعلمها في ادارة الجودة الشاملة، كان بيقعد يدقق في البوليسيز والبروسيديرز اللي احنا بنكتبها، ويفكر في كل كلمة، طب لو استخدمنا الكلمة دي يحصل ايه. في مرة من المرات الاولانية بقى، لما يعني في بداية عملي، كتبت البوليسي وبعتها له، فهو كان بيحب يطبع الفايلات ويقعد يشخبط عليها، ف طبع البوليسي وبعتها لي بالتعليقات بتاعته. فروحت له قلت له ايه ده، انت خليت الدوكيمنت شوارع، مفيش كلمة ودي تحتها خط وهنا ملحوظة، وهنا هل نستخدم الكلمة دي ولا الكلمة دي، وهنا ارجعي اتأكدي من المدير ان هو ده اللي هم بيعملوه. فراح بيقول لي طبعا، لان كل شغل الامبلمنتيشن اللي احنا هنعمله، كل شغل التنفيذي اللي احنا هنعمله مبني على البوليسي الاولانية اللي احنا كاتبينها، والبروسيديرز اجراءات العمل هنعمل 1 بعدين 2 بعدين 3. لو في خطوة وقعت في النص نسينا ان احنا نحطها هتعمل ربكة، لو في خطوة زيادة احنا حطيناها هنعطل الشغل وناخد وقت اطول وناخد ريسورسز، موارد اكتر. فلازم كل كلمة تبقى بميزان. ده الدرس الاولاني اللي انا اتعلمته من شغلي في ادارة الجودة الشاملة، ان كل كلمة بنقولها او بننطقها لازم تبقى بميزان، لان هي اللي بيترتب عليها سير حياتنا كلها فيما بعد. الدرس الثاني اللي اتعلمته وطبقته في حياتي هو الالتزام، و to live up to my commitments. كل واحد فينا عنده التزامات، التزامات في البيت، التزامات في الشغل، التزامات في الحياة، التزامات تجاه أفراد معينة، ليا واجبات معينة لازم أديها تجاه زوجي، تجاه أولادي، تجاه بيتي، تجاه أسرة جوزي، تجاه أسرتي أنا. لازم يعني أحقق هذه الالتزامات وألتزم بكل حاجة قلت إن أنا هعملها. في إدارة الجودة الشاملة بنقول إن إحنا إذا كنا هنطلع منتج مثلاً، زي مثلا ورق مناديل، لو درجات نعومة المناديل ليها مقياس، لو قلنا ان المنتج ده له درجة نعومة معينة لازم نلتزم باللي احنا قلنا عليه. علشان كده اتعلمت ان انا
ما شبكش نفسي في 20 التزام وابقى مش قادرة اوفي هنا واوفي هنا واوفي هنا. نتعلم ان احنا نقول لا لو استدعى الامر، انا اسف مش هقدر التزم بهذا الامر، انا اسفة مش هقدر اخرج معاكي في الحتة الفلانية، انا اسف حدود امكانياتي المادية كذا وانا ملتزم بكذا، انا اسفة ما اقدرش اسلفك كذا او ما اقدرش اعمل كذا. مهم جدا جدا ان احنا نشوف الواجبات اللي علينا والالتزامات اللي علينا، ونشوف الطرق اللي تمكنني ان انا انفذ هذه الالتزامات. الدرس الثالث، وهو يمكن درس يمكن تلاحظوه في بعض الفيديوهات اللي انا بعملها، هتلاقوا فيه تو ثيمز معينين، في اتجاهين معينين بتكلم فيهم كتير قوي: التنظيم والإنتاجية الشخصية. لما ننظم البيئة اللي حوالينا، لما ننظم الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها، لما ننظم حياتنا ونعمل روتينز ونعمل سيستم، ده هيزود إنتاجيتنا الشخصية. مش هنيجي في يوم من الأيام ونقول ايه ده الوقت بيضيع في ايه. حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا اللي كانت في إدارة الجودة الشاملة هو الهدر، ان احنا لازم نقلل الهدر. الهدر في الوقت اللي بيضيع، الهدر في المواد اللي بنستخدمها، الهدر الناتج عن ان احنا نعمل حاجة غلط ونصلحها. فلما يبقى عندنا سيستمز معينة، لما يبقى في عندنا نظام او عدة انظمة في حياتنا بتمكننا ان احنا نخلي حياتنا تمشي سموذ من خطوة لخطوة لخطوة ببساطة، وده يدي لده وده يدي لده وده يدي لده، هيزود انتاجيتنا الشخصية. نلاقي نفسنا بنعمل حاجات كتير قوي، نلاقي نفسنا بنلبس كويس وبنلبس ولادنا كويس وبناكل كويس وبنأكل ولادنا كويس وبنستمتع بوقتنا ومحافظين على علاقاتنا وبنعمل الحاجات المهمة وما بنضيعش وقتنا في حاجات ملهاش لازمة. كل الحاجات ده جاي منين؟ من السيستمز. في حاجة مهمة جدا جدا في إدارة الجودة الشاملة اللي هي السيستم ابروتش، ان انا اشوف حياتي كأنها نظام له مدخلات وله مخرجات، وفي النص في عمليات بتتعمل. لو كل حاجة متسيستمة، حتى عندنا في اللغة العربية دخلت بقينا في باللغة الدارجة بنقولها مش عارفة اقولها، خلاص ليها سيستمز، فده هيخلي الامور تمشي بسهولة. ونعلم ده كمان للي موجودين حوالينا، حتى لو احنا يعني لو انتوا بتتفرجوا عليا وانتوا لسه ما عندكوش اسرة، فانتوا سيد طلاب بتشتغلوا، سيستم حياتك، اعمل سيستم، اعمل روتين، هعمل ده وبعدين ده وبعدين ده. وده يخليني اتكلم على الروتين اليومي بتاعي. انا مقسمة يومي 3 أجزاء رئيسية. عندي مورنينج روتين، يعني روتين بعمله الصبح علشان استعد كويس، عشان البداية تبقى قوية. باكل ايه، بعمل ايه، يعني لازم اقرأ، لازم اعمل حاجات معينة، لازم يبقى في وقت ليا مثلا في الصلاة، في حاجة زي كده. وبعدين النص التاني productive day، يعني يوم منتج، كل ساعة فيه لازم أكون بعمل حاجة. أنا في الشغل مش رايحة ضيع وقت، أنا في الشغل مش رايحة، أنا مثلا أنا بشتغل مع جوزي في نفس الشركة، اجتماعاته قصيرة جدا جدا جدا، يعني ممكن يعمل اجتماع في 10 دقايق واقول له اتكلمتوا في كذا، يقول لي اه اتكلمنا في كذا، وهبعت له ايميل كذا 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 وهيرد عليا وخلاص. انا اجتماعاتي اطول شويه، يعني بس اطول اجتماع، يعني اطول حاجه قعدت فيها كان 2 ساعة، طبعا ده غير ورش العمل والحاجات التانيه، لكن اجتماع 2 ساعة. لما عرفت عنه انه ممكن الاجتماع ده يقصر، وبرضه نقول كل حاجة احنا عايزين نقولها ونعمل كل حاجة احنا عايزين نعملها،
قلت لا، حطيت هدف في دماغي بعد كده ان انا اجتماعاتي سواء على التليفون او سواء على الانترنت على سكايب او زوم او اي حاجة من اللي هي اللي بنعمل بيها فيرتشوال ميتينجز لازم اقصرها من غير ما يخل بجودة هذا الاجتماع. بس يعني ببتدي يومي بهاي انرجي مورنينج، يوم بدايته قوية في روتين بيديني طاقة وقوة وحيوية ونشاط، وبعدين productive day يوم عالي الانتاجية، والايفنينج بقى او المساء يبقى relaxing. ما تخلش بقى ان انا هتخانق وحشد وحعمل وهفكر في اللي ناقص والكلام ده، ايه اللي اقدر اعمله. برضو في روتين، يعني مثلا امبارح قبل ما انام كان مفروض ان انا اكوي الهدوم اللي هلبسها النهارده، كل حاجه كانت مكويه ما عدا الطرحه. صحيت النهارده الصبح قدامي حاجه من اتنين، يا اكوي الطرحه يلبسها مكسره، فوقفت كويت الطرحه. ده خد وقت، مثال بسيط عبيط صح، لكن دلالته كبيره قوي ان انا لما ما بلتزمش باللي مفروض اعمله في الليله اللي قبلها بيرتبك الصبح، لان الخمس دقايق اللي انا وقفت اعمل فيهم هذا العمل كان ممكن اوجهه لحاجة تانية، او كان ممكن انزل من البيت بدري شوية عن هذا الوقت. فالنقطة التالتة نرجع تاني بقى لإدارة الجودة الشاملة، وازاي انا طبقت الدروس اللي انا اتعلمتها منها في حياتي، هي ان انا اسستم حياتي، اعمل نظام لحياتي عشان يزود انتاجيتي الشخصية، وعشان اقدر اعمل كل الحاجات اللي انا نفسي اعملها واحقق كل الاهداف والنجاحات اللي انا نفسي احققها. الدرس الرابع اللي انا اتعلمته من ادارة الجودة الشاملة ان احنا كل يوم لازم نتعلم ولازم تزيد امكانياتنا. حاجة مهمة جدا جدا في إدارة الجودة الشاملة إن إحنا كنا لازم ندرب العمال، لازم ندرب الموظفين، لازم نعمل training needs assessment، لازم نعمل تقييم لاحتياجات التدريب لكل شخص موجود، علشان ما ينفعش نقف في مكاننا، لأن فعليا إحنا لما بنبقى واقفين مكاننا بنتأخر. ازاي؟ لان انت واقف مكانك، كل الناس قاعدة عمالة بتسبقك، كل الناس قاعدة عمالة بتسبقك، فانت بالفعل مش واقف مكانك، انت فاكر ان انت واقف مكانك بس انت قاعد عمال بتتخلف عن الركب. طيب نعمل ايه بقى عشان ما نتخلفش عن الركب؟ نتعلم كل يوم. كل واحد فينا يفكر هتعلم ايه جديد، ايه المعلومة الجديدة اللي هدخلها في دماغي، ايه الدرس الجديد اللي انا هتعلمه وطبقه على حياتي، لما اشوف حد كويس اتعلم منه، لما اسمع عن حاجة كويسة اتعلمها واحاول اطبقها. مش لازم اتعلم كل حاجة في الدنيا على فكرة، ده مش دعوة ان الواحد يبقى مهووس كل شوية يدور على حاجة جديدة يتعلمها، ولكن نختار الحاجات المؤثرة في حياتنا وهي دي اللي نركز عليها وهي دي اللي نتعلمها. الدرس الأخير اللي تعلمته من إدارة الجودة الشاملة هو التركيز. حياتنا مليانة حاجات كتيرة ومتشعبة، ولو شتتنا انتباهنا ولو شتتنا الموارد اللي بنمتلكها من وقت وجهد وموارد مادية وكافة الموارد اللي موجودة في حياتنا، لو شتتناها في مليون حاجة مش هنوصل لحاجة. عشان كده كنا لازم نبتدي ان احنا نحط النظام الشامل لإدارة الجودة بحاجة اسمها اهداف الجودة. انا بعمل السيستم ده كله علشان ايه؟ عشان 1 2 3 4 5 خمس اولويات، هم دول اللي بركز عليهم كل يوم، والخمس اولويات دول لازم يكون كل الموظفين عارفينهم. عارفين الموظف اللي في المالية اللي ملوش دخل بالموظف بالعامل اللي بيشتغل على خط الانتاج،
عارف ان احنا لازم ننتج عدد معين مثلا من المنتجات في كل شهر، دي معلومة كل واحد مركز في شغله بس عارف ان شغله في النهاية هيصب في هذا الهدف. فانا اهدافي ايه، انا اولوياتي ايه، دايما اقول لكم ركزوا على اولوياتكم، الباقي كله ضوضاء، الباقي كله حاجات ملهاش اي لازمة. فمهم جدا ان احنا نركز على اولوياتنا، ده اللي انا اتعلمته كمان من ادارة الجودة. الخصهم كده 5 دروس اتعلمتهم من شغلي في ادارة الجودة الشاملة. اول درس هو ان انا اتكلم صح، او ان انا استخدم الكلمات الصح اللي هتحط لي الفرشة اللي همشي عليها في كل حياتي بعد كده. تاني حاجة ان انا التزم باللي قلت ان انا هلتزم عليه، ان انا اعرف واجباتي ايه واقدمها، وان انا ما التزمش بحاجه مش هقدر اقدمها فيما بعد، لا اقلل التزاماتي بحيث ان انا احققها كلها. تالت حاجه ان انا انظم حياتي واعمل سيستمز وانظمه لحياتي عشان ازود انتاجيتي الشخصيه وانتاجيه اللي حواليا كمان على فكره. رابع حاجة ان انا دايما دايما اتعلم، دايما دايما اتعلم المهارات والحاجات اللي هتفيدني في حياتي. واخر حاجة بقى هو التركيز على الاولويات، ان انا احدد اولوياتي وهي دي الحاجات اللي اركز عليها، اي حاجة تانية خلاص مش مشكلة، يعني بتستنفذ طاقتي وجهدي ومواردي مش هستفيد منها. ارجو ان انتوا تسبسكرايب في القناة وتشتركوا وتدوسوا على الجرس عشان كل ما يبقى فيه فيديو جديد تعرفوا عنه. دلوقتي انا بعمل فيديوهات يومية لفترة، معرفش هستمر عليها ولا لا، بس يعني في الوضع الحالي انا بعمل فيديوهات يومية. احيانا بتجيني افكار وبحب ان انا أكابتشر الأفكار دي في أي مكان وفي أي جهد وفي أي وقت، وحابة كمان أن أنتم تبقوا جزء من حياتي زي ما أنا جزء من حياتكم. واكتبوا لي تحت في التعليقات إزاي شغلكم أثر على حياتكم الشخصية، إيه يا ترى الدروس اللي تعلمناها في شغلنا وأثر على حياتنا الشخصية. ولو أنتي أو أنت ما بتشتغلوش فكروا كويس، هتلاقوا ان انتوا بتشتغلوا، هتلاقوا ان انت مثلا قاعدة في البيت او بتساعدي والدتك او حاجة، ده شغل مش شغل. لو انت لسه طالب، انت وظيفتك طالب، يا ترى ايه اللي اتعلمته في وظيفتك كطالب وممكن تطبقها على حياتك؟ احب جدا اعرف واحب اتعلم منكم. اشوفكم المرة الجاية.